إليك نظما في صفات أحمد عقدت فيه لفظ أم معبدي بادي الوضاءة وسيم أبلج وحسن الخلق قسيم أدعج أحور أقرن أزج أكحل أوطف كث لحية وأصحل واسطع العنق فاحم الشعر منطقه لا نزر فيه أو هذر في صمته الوقار والسناء إن يتكلم يعلوه البهاء بل هو حلو إن تكلم رؤي من فيه مثل خرزات اللؤلؤ أبهى الورى في البعد دون ريب أحسنهم أحلهم من قربي ربع فلا طول يرى أو قصر كالغصن بين اثنين لكن أنظر وهو رفيع حسن في قدره له رفاق قد عنوا لأمره ولم تعب محمدا من ذجلة كذاك لم تزر به من صعلة لعابس الوجه ولا مفند بل هو محشود له محفد صلى عليه الله ما شخص قرأ سيرته ووصفه فانبهرا صلى عليه الله ما شخص قرأ سيرته ووصفه فانبهرا